لطالما كان لنشأة المدن حكاية، تجلس الطير على رؤوس سامعيها، والقصة دوما تبدأ بنواة صغيرة تنمو حولها نشاطات أخرى تجذب السكان تدريجيا، ما يقود إلى مدنية تقترن عادة بتأسيس دولة. هكذا بكل بساطة. الدوحة مثلاً نشأت من حيين متجاورين هما البدع أولاً، والذي تأسس نحو عام 1800، والدوحة ثانياً التي تعني في العربية الشجرة العظيمة وارفة الظلال. موقع الدوحة بفضل توفر المياه فيها وقربها من مغاصات اللؤلؤ عزز أعمال الصيد والتجارة، ما حولها من حي إلى قرية فمدينة تجارية، وأصبحت عام 1913 موطناً لنحو 12,000 نسمة، لتتطور مع مرور السنين. آنذاك كان كل شيء في حي الجسرة، فيما كانت مشيرب وتعني مكان شرب المياه العذبة، منطقة صحراوية استخدمت للزراعة، إلى أن بدأ سكان الجسرة بالتوسع غرباً، وكان بئر مياه مشيرب نقطة محورية لمجتمع أنهكه الحل والترحال، وكان لابد له من استقرار يمهد لدولة. وهنا أصل الحكاية. تاريخ 4 بيوت تراثية تم ترميمها في الحي التراثي ضمن مشروع مشيرب قلب الدوحة لمشيرب العقارية. بيوت بنيت آنذاك، يختصر كل واحد منها بعض مرحلة انقضت من قصة تستأهل أن تروى، تكشف خبايا التراث. فهنا بدأ الحلم القطري، إنها متاحف مشيرب. بتوجيهات صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر، جاءت فكرة الحفاظ على بعض البيوت التراثية، من ضمنها 4 بيوت التراثية اللي تم تحويلها إلى متاحف. طبعاً المتاحف كان لها هدف أنها تكون شاهد تاريخي على منطقة مشيرب، وأيضاً لتكون هي حلقة الوصل بين الأجيال ليتعرفوا على تاريخ منطقة مشيرب، ويتعرفوا أيضاً على تاريخ الآباء والأجداد الذين عملوا جاهداً في بناء ورفعة هذا الوطن. هذا البيت يعتبر البيت أو المتحف الأول في المنطقة الذي يستعرض بشكل حيوي تاريخ الاسترقاق في حول العالم وصولاً إلى عالمنا اليوم. نبدأ رحلتنا مع بيت بن جلمود، بيت متواضع في مساحته، فارق في رمزيته، إذ يعبر عن شجاعة في مواجهة الماضي يتجنبها الكثيرون، لكونه يحكي قصة العبودية المسكوت عنها في الأدبيات الرسمية. هذا البيت قبل 100 عام كان مكاناً يعج برجال ونساء وأطفال ينتظرون مصيرهم وملاكهم الجدد للعمل كخدم في البيوت والغوص بحثاً عن اللؤلؤ. في ذروة موجة من التجارة الرائجة كان يباع فيها نحو 3,000 من الرقيق يومياً في الأسواق في منطقة الخليج.
القصة مؤلمة، لكن الحقيقة أن تحويل منزل تراثي أعيد تأهيله وترميمه وتصميم فضاءاته الداخلية ليسرد قصة الرق بأمانة أدبية يجعله متحفاً فريداً من نوعه على مستوى العالم لوجود جرأة في قراءة الماضي من دون عقد تاريخية. لكن لم لا؟ ألم تكن قطر ثاني دولة في المنطقة تصدر قانوناً يحرم الرق عام 1952، وأول دولة توطن المحررين من الرق عام 1961؟ أروقة بيت بن جلمود الثلاثة الأولى تأخذ مرتاديه في رحلة تاريخية توثق قصة الرق ومراحلها حول العالم عبر آلاف السنين، من بلاد ما بين النهرين القديمة إلى أوروبا في العصور الوسطى، وصولاً إلى تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي. لعرض القصة كاملة استخدم المتحف تقنيات العرض كافة، من صور فوتوغرافية ولوحات تفاعلية وأفلام قصيرة تروي جميعها قصص أولئك الرقيق وكيفية استعبادهم وتنقلاتهم وأسفارهم وتفاصيل حياتهم وصولاً إلى نهاية فترة العبودية. ثم تعود الرحلة بالزائر إلى واقعنا المعاصر من خلال قاعة أخيرة تؤكد وجود أكثر من 27 مليون شخص من ضحايا الاتجار بالبشر. يشكل الأطفال نسبة 28% منهم، وتشكل النساء والفتيات نسبة 71% من الضحايا. وتهدف هذه المعلومات الصادمة إلى رفع مستوى الوعي بالاسترقاق المعاصر وأهمية إلغاء مظاهره. الأسرة القطرية مرت مراحل كبيرة وكثيرة بعد ظهور البترول اللي غيرت نمط المعيشة، وهذا البيت يجسد هذا التحول اللي صار في المجتمع وفي الأسرة القطرية. هذا البيت بني في عشرينيات القرن الماضي في موقع يفصل بين اثنين من أقدم أحياء الدوحة، وهما الجسرة ومشيرب. ثم قام السيد الرضواني بشرائه يوم 5 ديسمبر عام 1936، وبقي ملكاً لعائلته لأكثر من 70 عاماً. بيت الرضواني يوثق تفصيلات النمط التقليدي للحياة العائلية البسيطة، بخاصة من حيث إقامة الأسرة في بيت فسيح يتوسطه فناء مفتوح يسمى الحوش. كما يكشف في الوقت عينه التحولات التي شهدتها الأسر مع اكتشاف النفط. هذه غرفة نوم بطرازها الهندي القديم وأثاثها المتواضع كما كانت تماماً، فهي توضح التحول الاجتماعي الذي أحدثته الكهرباء في الحياة اليومية، لكونها الغرفة الوحيدة المكيفة آنذاك وفيها أول راديو وتلفزيون. وهذا مطبخ تقليدي بأدواته الفخارية القديمة والمنزلية التي كانت تستخدم في إنتاج الخبز وغيره من الأطعمة. أما غرفة المعيشة
فهي عبارة عن مجلس تتوسطه أدوات القهوة التي تمثل رمز الكرم والضيافة القطرية في مختلف المناسبات، حيث أن التقاليد جرت على تحضير القهوة أمام الضيوف. كما تضم الغرفة في إحدى زواياها سريراً للأطفال وبعض ملحقاته. أعمال التنقيب التي أجراها فريق من علماء الآثار في البيت تعد الحفريات الأثرية الأولى التي تنفذ في وسط الدوحة، وكشفت كثيراً من المعلومات حول كيفية تطور الدوحة وطبيعة الحياة اليومية لسكانها في الماضي، إذ عثر على مدخن للعود والبخور مصنوع من الحجر الجيري يعود إلى فترة عشرينيات القرن الماضي، ومجموعة أصداف وشظايا من فناجين للقهوة وبقايا لأوان زجاجية وحلي للزينة وملبوسات وغيرها الكثير. رحلة اكتشاف البترول لم تكن سهلة، ولكنها جاءت بعد تضحيات قاموا بها أبائنا وأجدادنا. ولنرسخ هذا التاريخ، هذا البيت يحكي قصص مهمة جدا في تاريخنا. بيت الشركة قصة مثيرة، بيت شيده حسين النعمة مدير ميناء الدوحة في أواخر عشرينيات القرن الماضي، قبل أن تستأجره شركة النفط الإنجليزية التي منحت أول عقد للتنقيب عن النفط يوم 17 من مايو عام 1937 ليكون مقراً رئيسياً لها طوال عقدين من الزمن. ومن هنا بدأت رحلة استكشاف البترول واستخراجه في قطر. شخصيات القصة هم الرواد القطريون في صناعة النفط. لوحة كفاح رسمتها السواعد السمر التي عملت بتفان تحت أشعة الشمس الحارقة ضمن ظروف معيشية قاسية، وتحلوا بصفات فريدة مثل قوة التحمل والتضحية بالذات والالتزام. أكثر من 200 قطري عملوا بكد في حقول النفط قديماً لتأمين لقمة العيش لأبنائهم وأسرهم ولبناء وطنهم، وكانوا أول من ساهم في إحداث تحول حاسم في مسيرة نمو الدولة خلال تلك الفترة. في أواخر ثلاثينيات القرن الماضي كانوا يتجمعون هنا ليركبوا شاحنات تنقلهم في رحلة شاقة عبر الصحراء الواقعة غربي البلاد، ليشرعوا في عمل منهك ثم يعودون إلى هذا البيت بعد شهر للحصول على رواتبهم. وقد أنشئ هذا المتحف عرفاناً بجميل أولئك الرواد.
وقد أضاف المتحف إلى جنباته الأنابيب النحاسية التي كانت مستخدمة مع تسلسل زمني للأحداث، قاعة تحتوي على أول مولد للكهرباء في البلاد. بالإضافة إلى أجهزة ومعدات شخصية استعملت آنذاك مثل الآلات الكاتبة ومعدات ولوازم رياضية والكثير غيرها من الأغراض. غرفة قصص الرواد تحتضن قصصاً وقطعاً ثمينة لبعض الرواد القطريين، منها مقتنيات وصور ووثائق تبرع بها أبناؤهم وأحفادهم، فضلاً عن تدوين شفهي لتلك المرحلة أضافت جميعها عنصر إثارة بصري تجعل من القصة مصدر إلهام لمن يقرأها. يشار إلى أن بيت الشركة يحتوي على الساحة التي تمكن الزائر من الاستماع إلى قصص وتفاصيل عن حياة العمال اليومية، وغرفة شاركونا قصصكم التي توثق ذكريات الزوار مع المنطقة وما قاموا به من إسهامات في ازدهار الوطن. شارب قلب الدوحة لعبت دوراً حيوياً مهماً في تاريخنا، وهذا البيت شاهد على كل هذا التاريخ المهم في منطقتنا. بيت محمد بن جاسم متحف يحمل اسم مشيده، وهو ابن مؤسس دولة قطر الحديثة، إذ لعب البيت دوراً مهماً في حياة المنطقة، فاستخدم كعيادة طبية ومسكن للفقراء، ويعد واحداً من أكبر المباني الأولى التي تم تشييدها آنذاك، إذ يمكن مشاهدة جميع أبراجه ولواوينه ومجموعاته السكنية ومبانيه الخارجية في صورة جوية التقطت عام 1947. يستقبل البيت زائره بسرد مختصر للتطور التاريخي للمنطقة، تدعمه قاعة ذكريات مشيرب التي تروي قصصاً من ماضي المدينة تعيد سامعها إلى زمن جميل كانت البساطة ميزته، إذ تضم جزءاً من المقتنيات الخاصة التي كشف عنها أثناء أعمال التنقيب في الموقع، بدءاً بعلب كهرباء قديمة، مروراً ببعض لوحات المحلات التي كان لها نشاط نوعي آنذاك، وصولاً إلى لوازم كانت تستخدم في التحاليل الطبية، بالإضافة إلى معدات تعليمية وغيرها. هنا أيضاً يتسنى التعرف على حكايا سكان حي مشيرب وسماع أحاديثهم عن تطور الحياة من خلال منشآت شيدت للمرة الأولى في الدوحة، كأول مدرسة وأول فندق وغيرها من المرافق العامة، مع التنويه إلى أن كل تلك الذكريات في هذا البيت قائمة على التراث الشفهي.
في البيت أيضاً معرض بوابة مشيرب الذي يدعو زائره لاكتشاف هوية ماضي المنطقة ومستقبلها من خلال شاشة تفاعلية دائرية عملاقة وضعت بشكل أفقي في وسط الغرفة تعمل بحركة اليدين. أما قاعة تشييد مشيرب الحديثة فيمكن معرفة كيف ولد قلب الدوحة التاريخي من جديد بصورة تجمع بين جماليات العمارة القطرية وبين التكنولوجيا الحديثة لتتم بيسر بالغ ملاحظة ما يتميز به المشروع من هندسة معمارية تنبع من أصول تراثية محلية. كما بإمكان أي زائر أن يلمس معالم منطقة مشيرب القديمة من واجهات المحلات التجارية آنذاك، أجهزة إلكترونية على شتى أنواعها، صورة لمحل حلاقة رجالي قديم وغيرها من المحلات. كذلك يؤكد البيت أنه يمثل قيم شركة مشيرب العقارية لكونه يركز على مكبادئ الاستدامة التي يسعى مشروع مشيرب إلى تحقيقها. ليس هذا فحسب، بل إن أحد أسرار تفرد هذه البيوت يكمن في موقعها. لكونها تتماهى مع فضاءات محيطها، فهي تتخذ من الحي التراثي في مشيرب قلب الدوحة مسكناً أصيلاً لها، وهي الوسط التجاري التاريخي للعاصمة الذي يمتد على مساحة 31 هكتاراً ويعد أول مشروع مستدام لتطوير وسط المدينة على مستوى العالم. وهي تجاور مفردات لا تمحى من الذاكرة لكونها تكتب تطور محيطها من الشرق قلعة الكوت وسوق واقف الذي تنضح أروقته برائحة الأصالة، ومن الشمال الديوان الأميري ومسجد الشيوخ، ومن ورائهما كورنيش الدوحة الذي يعد الواجهة البحرية للمدينة. ما يعني أن التجوال داخل فضاءات مشيرب ومتاحفها الأربعة يقدم لزوارها مكاناً يعود بهم إلى الماضي، فيما كل ما يحيط بها يؤدي إلى المستقبل، وفي المتناقضين بين الأصالة والمعاصرة يكمن سر آخر لمتاحف مشيرب.